لو انت عايز تعمل اعلان وعايز تستهدف فيه المغتربين، فانا النهاردة هكلمك عن طريقة بسيطة جدا. خليك معايا. لو انت المنتج او الخدمة بتاعتك ممكن تكون من اهتمامات المغتربين، لو مثلا زي عقارات او اي نوع من انواع الاستثمارات او كورسات اونلاين ممكن هم يكونوا مهتمين بيها، فالفيديو ده مهم جدا ليك. وقبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب. يلا نبدأ. زمان قبل تحديثات الفيسبوك وان دلوقتي بيشيل كتير جدا من الاستهدافات، كان في استهداف اسمه اكسباتس او بالعربي المغتربين. لما كنا بنيجي نعمل الاعلان عشان نستهدف فيه المغتربين كنا بنيجي على الدولة اللي احنا عايزينها ونختارها. بعد كده لو عايزين مثلا المصريين اللي في الدولة دي كنا بنختار في الاستهداف المغتربين المصريين والموضوع يخلص على كده. لكن دلوقتي الفيسبوك لما اعتبر ان انت تستهدف ناس حسب الجنسية فده نوع من انواع العنصرية والتمييز، فعلشان كده هو شالها. فانا النهاردة هقولك على طريقة سهلة جدا علشان تعرف توصل للناس دول. هنيجي هنا هنفتح مدير الاعلانات، هندوس على انشاء. مش مهم هنا هدف الحملة ايه، ايا كان هدف الحملة بتاعتك احنا دلوقتي هنتكلم على فكرة الاستهداف. انا دلوقتي هختار للرسائل متابعة، هنخش على طول على حتة الاستهداف المجموعة الاعلانية، هننزل عند الاستهداف. انا هنا هتكلم مثلا عن المغتربين المصريين اللي في بلد معينة، وانت هتطبق الموضوع ده على اللي انت عايز تستهدفهم. هنيجي هنفتح هنا الاستهداف. اول حاجة هنخش على البلد اللي احنا عايزينها، مثلا احنا عايزين نستهدف المغتربين المصريين الموجودين في السعودية. هنيجي هنا هنكتب السعودية، نختارها يعني البلد، المملكة العربية السعودية، بلد او منطقة اللي هي البلد كاملة يعني، وهنشيل مصر. بعد كده هننزل على الاستهداف. طبعا هنا انت هتختار العمر اللي انت عايزه، لو المنتج ولا الخدمة بتاعتك ده رجالة او ستات، ولو كله تمام هنخش على الاستهداف. هنختار في الاستهداف اي حاجة ليها علاقة بمصر، بمعنى يعني مثلا ممكن نكتب في الاستهداف كلمة مصر، هيطلع لي هنا مصر القديمة، سوق مصر، بنك مصر، اتصالات مصر، كاس مصر. يعني مثلا هتنزل هنا النادي الاهلي المصري، لا ممكن يكون في ناس مثلا في السعودية بتحب النادي الاهلي المصري، ممكن يبقى سعوديين. هتقعد بقى تدور لحد ما توصل لحاجة انت عارف ان هو مفيش سعودي هيبقى عارفها، والمصريين بس هم اللي هيبقوا مهتمين بيها. لغة مصرية برضو، ممكن يكون سعوديين مهتمين باللغة المصرية. انا مثلا ممكن هنا اختار مثلا ايه، كايرو فيستيفال، كايرو او جامعة القاهرة مثلا، نختار مثلا كايرو فيستيفال. تمام، يبقى دلوقتي كايرو فيستيفال ده مفيش ناس كتير تعرفه في السعودية غير لو مصريين، يعني لو مصريين هم هيبقوا مهتمين اكتر بكايرو فيستيفال. هنشيل طبعا توسيع النطاق. هنا طلع لي من 4 مليون ل 5 مليون ناس جوه السعودية مهتمية بكايرو فيستيفال، وطبعا كايرو فيستيفال ده مول جوه مصر، فبالتالي السعوديين طبعا مش هيبقوا عارفينه. او نخش مثلا ممكن ايه نجيب حاجة دقيقة اكتر، ندور مثلا مارينا ونشيل كايرو فيستيفال. فدلوقتي هو طلع لي من مليون لمليون ومتين الف شخص جوه السعودية مهتم بمارينا. طبعا مارينا دي بتبقى حاجة محلية شوية، يعني اللي بيبقى موجود فيها المصريين اكتر، مش زي مثلا شرم الشيخ مثلا ولا الجونة. اكيد الجونة وشرم الشيخ اكيد في سعوديين مهتمين بالجونة وشرم الشيخ، انما مثلا بالتفكير انت برضو فكر اللي انت عايز توصل لايه. طبعا مارينا هتلاقيها اكتر للناس اللي هي مصريين. فبالطريقة دي كده احنا استهدفنا المصريين الموجودين جوه السعودية. عايز بقى تطبق الموضوع ده هتطبقه على اي بلد، هتيجي تختار البلد اللي انت عايزها. هنا عايز مثلا بقى تختار المصريين اللي في الخليج كلها، هتقعد تختار دول الخليج، البحرين، الامارات، ايا كان. عايز انت مثلا في امريكا، اي بلد انت عايزها هنا هتختارها. بعد كده هتنزل هنا هتكتب حاجة محلية شوية بحيث ان الناس المصريين هم اللي هيبقوا مهتمين بيها. وبكده احنا عرفنا نوصل للمصريين اللي جوه البلد دي. طب انت دلوقتي لو عايز تستهدف كل المغتربين في العالم كله هنعمل ايه؟ اول حاجة علشان تعرف تعمل النقطة اللي انا هتكلم فيها دي، لازم مدير الاعلانات بتاعك بيبقى المتصفح باللغة الانجليزية زي ما انا جبته كده. هنيجي اول حاجة هنا عند البلاد اللوكيشن، هنختار وورلد وايد. وورلد وايد يعني في جميع انحاء العالم، هنختار اول اختيار.
الفكره بقى في العربي ان احنا ما بيطلعلناش الاختيار ده، بيطلع لنا اماكن في العالم اسمها وورلد وايد. لو حد عارف يوصل للنقطه دي يا ريت يسيبها لنا في كومنتات. هنختار وورلد وايد، يبقى احنا كده اخترنا العالم كله. هنا بيتكلمك تقريبا 2 مليار و يعني هو رقم كبير، من 2 مليار ل 2 مليار و 900. تمام، هننزل هنا. طبعا برضو هتختار السن واللي انت عايزه والجندر اللي هو الذكر ولا انثى، هتختار كل حاجه من هنا. تمام، هتيجي هنا. احنا في المثال اللي فات مثلا كنا اخترنا مارينا، بحيث شرحنا برضو ان مارينا بيبقى هي محليه اكتر، الناس المحليين هم اللي عارفينها. نيجي برضو ممكن نختارها هنا. مارينا ايجيبت اهي. نسينا نعمل نقطه هنا، هنطلع تاني، هندوس على انكلود، هندوس اكسلود. يعني احنا دلوقتي هنشيل مصر من العالم كله، دوس ايجيبت اهو. بس غيرنا الحته دي من انكلود لاكسكلود. تمام، يبقى احنا دلوقتي اخترنا العالم كله ما عدا مصر. تمام، عشان ما يجيلناش طبعا المصريين اللي موجودين جوه مصر، احنا عايزين المغتربين. واخترنا هنا مارينا، يبقى هو هنا كده طلع لنا اللي في العالم كله المهتمين بمارينا، وطبعا بنسبه كبيره جدا هيبقوا مصريين، من 1,500,000 ل1,700,000. يا ريت النهارده يبقى الدرس فاتكم، ولو عندك اي استفسار عن اي حاجه اتفضل سيبهم لنا في الكومنتات تحت، وما تنساش تعمل سبسكرايب. تعرف حد عايز يعرف يستهدف المغتربين فممكن تبعت له الفيديو ده.